السلام عليكم متابعينا متابعي صفحة منهج اللغة الإنجليزية لكافة المراحل الدراسية، معكم مدرسة اللغة الإنجليزية الست نور الحسناوي. نكمل وياكم سلسلة الشروحات للصف الثالث متوسط. ناخذ اليوم الدرس الثاني من اليونت الأول اللي هو إخبار الوقت telling the time. أخبار الوقت، هذا الموضوع جدا سهل ومهم بالوزاري، أكثر من مرة جاي بالوزاري، يعني تقريبا كل سنة يجيبون من عنده فقرة اللي هو telling the time. بالبداية ناخذ الصيغة بالامتحان، شنو الصيغة اللي تجي بالامتحان؟ شنو صيغة السؤال؟ الصيغة بالامتحان، أي موضوع احنا نشرحه، أي موضوع أنا هنا راح أشرحه، راح أبدأ بالبداية صيغة الامتحان، يعني تشوف الصيغة بالامتحان شنو بعدين تجاوب. صيغة الصيغة بالامتحان الموضوع الوقت راح يقول tell the time، tell the time أخبر الوقت، وينطيك ساعة دقيقة أو ساعة أرقام وراح تقرأ الوقت tell the time. راح نجي هنا ناخذ الطريقة البسيطة والمباشرة، هنا راح نشرح لكم الطريقة السهلة والبسيطة للطالب. فقط أحب أذكر ملاحظة قبل لا نبدأ الشرح، أكو بعض المواضيع راح تمر على الطلاب هي أصلا صعبة ومعقدة، يعني ما بيها طرق ثانية، طريقة واحدة للإجابة وتكون صعبة أو معقدة بعض الشيء للطلاب، وأكو مواضيع بيها أكثر من إجابة للسؤال، يعني تتقبل أكثر من جواب، بيها مرونة، وإحنا شفنا من مركز الفحص الإجابات بيها مرونة، يعني السؤال مثلا telling the time أكثر من طريقة تقدر تخبر بها الوقت. فإذا أكو مواضيع بها أكثر من جواب اختار الطريقة السهلة للطالب، لأن هم منهجهم صعب ومعقد، وإذا أكو مواضيع بها مرونة للإجابة نختار لهم الإجابة السهلة الطريقة المباشرة. فنجي هسه الموضوع الوقت راح ناخذ الطريقة المباشرة والسهلة، الطريقة المباشرة والمعلومات الإضافية اللي موجودة هنا بهذا الموضوع راح نذكرها أيضا، ما راح نعوفها احنا، بس تبقى للاطلاع، أو مثلا طالب يحب يعني يستفاد من المعلومات أو ممكن يستخدم هاي الطريقة بالإجابة عادي مقبول ما بيها مشكلة، بس احنا نفضل الطريقة المباشرة والسهلة. الطريقة المباشرة راح تكون بطريقتين، أما عندي الساعة ضبط، يعني أنا أقول بالعامية نقول الساعة ضبط، راح نجي بالبداية نشوف الساعة ضبط، يعني مثلا 3 الساعة ضبط، لأن عندي الدقائق صفر، الدقائق هنا صفر، أو عندي مثلا 12 هنا الساعة أيضا ضبط، لأن هنا عندي صفرين، يعني الساعة ضبط، الساعة 3 ضبط، 12 ضبط. شلون أجي أقرأ الساعة إذا كانت الساعة ضبط؟ شلون أجي أقرأ الوقت؟ مثلا راح يجي يقول tell the time، هاي الصيغة بالامتحان tell the time أخبر الوقت. شلون نجي نقرأ الوقت إذا كانت الدقائق صفر؟ الساعة ضبط يعني ما عندي دقيقة، عندي فقط رقم ساعة اللي هنا عندي هسه 3. أجي بالبداية دائما أكتب it is، هاي ثابتة، موضوع الوقت عندنا بالبداية it is يعني إنها، it is زائد أقرأ الساعة، الساعة أقرأها رقما، زائد بدل الصفارة هذني أقول o'clock. إذا كانت الساعة ضبط أقرأ الساعة فقط، وبدل هاي الزيرو اللي هنا عندي أقول o'clock، يعني الساعة 3 ضبط. أجي هسا أقرأها هنا راح أقول it is 3، عندي رقم 3 نفس ما هو أقرأ it is 3 o'clock، يعني الساعة 3 ضبط. ملاحظة مهمة، حفظ الأرقام، حفظ الأعداد من 1 للـ20، هاي الأرقام تنحفظ إملاء من 1 للـ20، وبعدين نحفظ 20 30 40 و50، من 1 للـ20 نحفظهن إملاء لازم،
ومن العشرين عندنا 20 30 40 50. إذا 21 راح تقول 20 21 22، ترجع تعيد الأرقام اللي هي 1 2 3 4، يعني بس تحفظ 20 30 40 50 ونضيف عليهم 21 22 23 وإلى آخره. الأرقام مهمة حفظ إملائها. مثال ثاني 12، وهنا أقول tell the time، أخبر الوقت. قلنا بالبداية ثابتة عندي it is، يعني إنها. أجي أقرأ الساعة، الساعة شقد عندي 12، it is 12 يعني الساعة 12. بدل هاي هنا عندي 0 يعني الساعة الدقائق ما مذكورة، الدقائق صفر، راح أقول o'clock، it is 12 o'clock. هاي إذا كانت الدقائق صفر يعني الساعة ضبط. زين، مثال آخر 13 والساعة ضبط يعني 13. احنا هنا بالبداية اخذنا الساعات من 1 لل 12، عندي الساعات من 1 لل 12 اقراها نفس ما هي 1 2 3 4 لحد اوصل 11 12. بس اذا عندي الساعات اكبر من 12، اذا عندي الساعات اكبر من 12 يعني 13 14 15 لحد ما أوصل 23، راح أجي أنقص من عدها 12 وأطلع الناتج الصحيح. يعني إحنا ما نقول الساعة ب13، تقدرون ترسمون ساعة يمكم وبعدين تمسحوها يعني بالامتحان. مثل هاي 12 6 3، هنا 9، عندنا هنا ورا 12 شنو 13، هنا 14، هنا 16، هنا 17، هاي 18 19 20، هنا 21، هنا 22، وهنا 23. صارت قدامك الأرقام، يعني إذا قلت 14 أرجع لهاي 14 أصلا أصلها 2. إذا تجي على الشكل مال الساعة تريد ترسم شكل الساعة وتطلع الأرقام بهاي الصورة تطلع سهلة وواضحة. أو الطريقة الثانية اللي هي أقول عندي 13 أنقص من عدها 12 يطلع لي الناتج الساعة بالوحدة. إذا عندي الساعة 19 أقول 19 ناقص 12 راح تطلع لي الساعة بالـ7، وهكذا. فهسا نجي هنا 13، إحنا ما نقول 13، ما نقول 13 it is 13 o'clock، ما يصير أقول، راح أقول 13 ناقص 12 راح تطلع لي 1، يعني أجي أقرأ الساعة أقول it is 1 وأكلوك. ليش حطيتها؟ لأن عندي الساعة ضبط، الساعة ضبط يعني عندي الدقائق ما مذكورة. مثال آخر tell the time، عندي هنا 23 والدقائق ما مذكورة، الساعة ضبط، راح أجي بالبداية أقول it is، جيت هنا لقيت الرقم أكبر من 12، راح أجي أما على الساعة أروح هنا على الرسم أو أنقص من عنده 12، 23 ناقص 12 راح تطلع لي الساعة ب11، راح أقول it is 11 o'clock. ليش o'clock؟ لأن عندي الساعة ضبط، it is 11 o'clock. هاي بحالة إذا كانت الساعة ضبط، يعني عندي فقط أرقام ساعات، وأرقام الساعات لو تجيني من 1 لل 12 يعني من عندي 1 2 3 لحد عندي 12 أقرأها نفس ما هي مكتوبة. لازم أنا حافظ أرقام، الأرقام كتابة إملائهن صحيح مضبوط. وإذا عندي الدقائق العفو الساعات أكبر من 12 لازم أنقص من عدها 12 وأطلع الناتج. يعني مثلا عندنا هنا 13 نقصت من عدها 12 طلعت لي 1، عندي هنا 23 انقص من عدها 12 تطلع لي 11، it is 11 o'clock. ليش o'clock؟
A clock نستخدمها فقط إذا كانت الساعة ضبط. كلمة a clock فقط مع الساعة إذا كانت ضبط. نجي للطريقة الثانية. إذا كانت لدي دقائق، يعني أنا عندي ساعات ودقائق. إحنا قبل شوية قلنا ماكو دقائق، صفر. هسا إذا كانت لدي دقائق، وطبعا وياها شنو؟ ساعات. عندي أرقام ساعات. أيضا نستخدم الطريقة المباشرة بالقراءة، الطريقة المباشرة. أبدي أقرأ أول شيء الساعة وبعدين الدقيقة بدون ذكر كلمة o'clock. كلمة o'clock ما راح أستخدمها إذا كان عندي دقائق. مثال، عندي مثلا هذا المثال 3 5 3 5. عندي الساعات مذكورة وعندي دقيقة مذكورة، راح أجي أستخدم الطريقة المباشرة. بالبداية أقول it is، أقرأ الساعات. عندي الساعة رقم عادي أصغر من 12، أقرأ 3 نفس ما هو it is 3. وصلت للدقائق، ما لقيتها صفر على مود أكتب أكلوك، لقيتها رقم. شنو الرقم اللي تشوفه قدامك اكتبه؟ 5 5. It is 3 5، يعني الساعة 3 و5 دقائق. 3 5. مثال ثاني، tell the time. عندي ساعات ودقائق، يعني كلمة o'clock ما راح أذكرها. أقول بالبداية it is، هاي ثابتة. الساعات أكبر من 12، راح أقول 18 ناقص 12، راح تطلع لي الساعة بالستة، أو مثل ما قلت لكم ترسمون الساعة it is 6، الساعة بالستة أكبر من 12، نقصت من عدها 12 طلع الناتج 6، يعني الساعة بالستة. دقيقة موجودة عندي أقراها نفس ما هي بدون فاصلة، بدون آند، بدون أي كلمة، مباشرة الدقيقة أكتبها. عندي هنا شقد 10، نفس ما موجود عندي الرقم أقرأ، لا أنقص ولا أزود، أقرأ الرقم نفس ما هو 30 40 35، نفس ما هو أقرأ it is 6 10. مثال، نفس الشيء ساعات دقائق، أجي أقول بالبداية it is، الساعة أكبر من 12 أنقص من عدها 12، 15 ناقص 12 راح تطلع لي 3، يعني 3. it is 3. هنا عندي شقد 15، نفس ما هي أكتبها، ما أنقص من عدها 12. الدقيقة تنكتب نفس ما هي بدون ذكر كلمة o'clock. It is 3:15. It is 3:15. هاي الطريقة المباشرة أيضا إذا كانت عندي ساعات ودقائق. عندي ساعات ودقائق، والساعات إذا أكبر من 12 أنقص من عدها 12 وأطلع الناتج الحقيقي. الصيغة بالامتحان هي tell the time، أخبر الوقت. الموضوع هذا جدا بسيط، هاي الطريقة السهلة الواضحة المباشرة، ما يحتاج نعقد الموضوع، هاي الطريقة واضحة جدا وبسيطة للطالب. بالنسبة للمفردات الإضافية اللي انطونا اياها ويا هذا الموضوع، اللي هي راح نذكرها للاطلاع يعني، بس ما أحب الطلاب يركزون عليها، اللي هي استخدام half وكورتر، يعني نصف وربع، نصف بدلا من 30 30،
وربع بدلا من 15 و15. وعندنا استخدام past معناتها where، وعندنا استخدام to إلا مثل ما نقول بالعربي إلا. إيش وقت نستخدم هاي الكلمة past معناتها where؟ يعني مثل ما نقول ساعة 3 و5 where هي هاي past. مثال مثلا عندي هذا المثال 3:10. إذا أريد أقرأ هسه بالطريقة المباشرة راح أقول it is 3:10. هاي الطريقة المباشرة السهلة اللي هي it is 3:10. عندي ساعات وعندي دقائق. إذا أريد أستخدم كلمة past راح أعكس القراءة، أقرأ أول شيء الدقائق وبعدين أقرأ الساعات، راح أقول it is 10. قرأت أول شيء الدقيقة وأخلي كلمة past وأقول 3. يعني مثل ما نقول بالعربي صارت الساعة 3:10. 3:10 it is، حتى تتأكدون من الحل، يعني ب3:10 كلمة past من أستخدمها ويا الوقت أعكس العملية بالقراءة، يعني أعكس أول شيء أقرأ الدقائق وبعدين الساعات. وطبعا ما نستخدمها إذا كان الوقت ضبط، يعني إذا عندي الساعة ضبط ما أستخدمها، بس إذا عندي ساعات ودقائق أستخدم past وأقلب العملية بالقراءة، يعني أقرأ أول شيء الدقائق وبعدين أقرأ الساعات. وشرط عندي هنا الدقائق أقل من 30، يعني فوق 30 راح أبدي أستخدم إلا. هنا الباست نستخدمها مع 30 وأقل، هنا أستخدمها مع 30 وأقل الدقائق. أما تو من 30، يعني الدقيقة ونص من 30 فما فوق تو. شون أستخدم تو؟ مثلا مثال، خلنا نأخذ مثال بعد على الباست. مثلا عندي إذا أريد أقرأ هذا المثال بالطريقة المباشرة، أقرأ بالطريقة المباشرة راح أقول it is الساعة أكبر من 12، أنقص منها 12، 22 ناقص 12 راح تطلع لي 10. It is 10. إيش قد عندي هنا الوقت؟ نفس ما هو أقرأ بالدقيقة، هاي الطريقة المباشرة راح أقول 30. It is 10:30 مباشرة، هاي الطريقة مباشرة وسهلة. إذا أريد أستخدم past راح أقول it is وأعكس عملية القراءة، أقرأ أول شيء الدقائق راح أقول it is 30، أخلي كلمة past وبعدين أقرأ الساعات، الساعات أكبر من 12 أنقص منها راح تطلع لي 10، صارت الساعة كأنما بالعشرة وثلاثين دقيقة، يعني بالعشرة ونص. بالنسبة لاستخدام half quarter بدل ال 30 أقدر أقول half. مثلا مثال ناخذ اللي هن استخدام half يعني نصف، quarter ربع، هاي بدلا من 30 و quarter بدلا من 15. طبعا هذين الاثنين هن نستخدمهن مع الطريقة الغير مباشرة فقط، يعني الطريقة المباشرة أبد ما أستخدم بها لا half ولا quarter. مثلا
إذا أريد أقرأ هذا الوقت بالطريقة المباشرة راح أقول it is، عندي الساعة أكبر راح أنقص من عدها 12 راح تطلع لي 9. it is 9، أقرأ الوقت نفس ما هو مباشرة، ما أقول half 30، ما أقول half، أقول 30. هاي مباشرة الطريقة السهلة. إذا أريد أستخدم past راح أقول it is، أقرأ أول شيء الدقيقة 30 past 9، نقصت من عدها. إذا أريد أستخدم half بدلا من 30 راح أقول it is half past 9. مثال ثاني، أريد أقرأ هذا المثال بالطريقة المباشرة راح أقول it is 8، نقصت من عدها 12. it is 8 بطريقة مباشرة 15، نفس ما هي أقراها مباشرة. أريد أستخدم past راح أقول it is 15، أقراها بالعكس 15 past 8. أريد هسة أستخدم بدل 15 quarter، بدل 15 quarter راح أقول it is quarter past 8. هاي بالنسبة لاستخدام half quarter بدلا من 30 وبدلا من 15، لأني ما نستخدمهن ويا الطريقة المباشرة، نستخدمهن فقط مع الطريقة الغير مباشرة اللي هي قلنا هاي يعني للاطلاع. نجي للتو، التو تو يعني إلا. شو وقت نستخدم تو مع الدقائق أكبر من 30؟ نستخدم التو مع الدقائق أكبر من 30، هاي احنا نحكي هسه بالحالة الغير مباشرة يعني اللي هي للاطلاع، تخلوها للاطلاع أو للاستفادة معلومات يعني. شو وقت أستخدم تو إذا عندي الدقيقة أكبر من 30؟ يعني احنا بنبدي نقول بالعشرة إلا ربع، بالعشرة إلا 25 دقيقة، بالعشرة إلا 5، نبدي نستخدم تو. مثلا عندي مثال، إذا أريد أقرأ هذا المثال بالطريقة المباشرة السهلة راح أقول it is 2:35. it is 2:35. إذا أريد أستخدم to أو past أباوع للدقيقة أكبر من 30 لو أصغر، أكبر من 30 الدقيقة، أكبر من 30 معناتها راح أستخدم to، إذا كانت أصغر من 30 راح أستخدم past يعني where، إذا أكبر من 30 أستخدم to. أجي أستخدم هسه طريقة to، راح أقول it is بالبداية هاي ثابتة، وبعدين راح أروح للساعة أزود عليها رقم صارت شقد 3، وأروح للدقائق أشوف شقد باقي لي للستين، يعني أقول 60 ناقص 35 راح يطلع لي ناتج، هنا صارت عندي 4، العفو صارت 3، وهنا 60 ناقص 35 راح يطلع لي 25، صارت الساعة 3 والدقيقة 25، وأستخدم وياهم تو، وأيضا مع تو أقلب عملية القراءة، أقرأ أول شيء الدقيقة وبعدين الساعة، طلعت الناتج بالأخير الدقيقة وطلعت الساعة 3، راح أقول it is إيش قد عندي هنا 25 2، الساعة زودتها 1 صارت 3، يعني نقول بعد لي 25 دقيقة حتى تصير الساعة 3. شلون طلعتها؟ إذا استخدم to لازم عندي الدقيقة أكبر من 30،
ومن أجي أستخدم تو راح أزود الساعة رقم وأنقص 60، أنقص من عدها الدقيقة. إيش قد عندي الدقيقة؟ أنقصها من 60. 60 ناقص 35 راح تطلع لي 25. صارت it is، أقرأ أول شي الدقيقة 25 وأخلي 2، والوقت طلع عندي هنا بالناتج 3. it is 25 to 3. زين، إذا عندي هذا المثال مثلا، إذا طريقة مباشرة راح أقول it is 17 ناقص 12 راح تطلع لي 5. it is 5، أقرأ الدقيقة مباشرة 15. إذا أريد أستخدم past راح أقول it is، نقلب العملية مع القراءة، نقول 15 past 5. إذا أقرأ بدل 15 half راح أقول it is half، العفو it is quarter past 5. عندي هنا 15 15 quarter يعني ربع. it is quarter past 5. مثال، عندي هنا الطريقة المباشرة راح أقول it is 17 ناقص 12 راح تطلع لي 5. it is 5. عندي الدقيقة نفس ما هي أقراها 45. أريد أستخدم طريقة ال past أو ال to، هنا لقيت الدقيقة أقل من 30، استخدمت ال past. هسه عندي الدقيقة أكبر من 30، راح أستخدم تو، طريقة تو أزود الساعة، صارت هنا عندي 18، راحت هاي. أجي أنقص من 60 45، راح يطلع لي 15، طلعت هاي الساعة الحقيقية. راح أجي أقراها بطريقة تو، أقول it is، أقلب طريقة القراءة أول شي الدقائق. It is 15. It is 15 2. أرجع للساعة 18 ناقص 12 راح تطلع لي 6. It is 15 to 6. يعني الساعة بعد لها 15 دقيقة وتصير بالستة. بالستة إلا خمسة عشر دقيقة. أريد أستخدم بدل 15 quarter، راح أجي أقول it is quarter to 6. فيما يخص الباست التو ما نستخدمهن ويا الطريقة المباشرة. الطريقة المباشرة فقط أقرأ الساعة ثم الدقيقة. إذا عندي الدقيقة 0 أقرأ فقط الساعة وأخلي كلمة o'clock. It is 3 o'clock. إذا عندي الساعة أكبر من 12 راح أنقص من عدها، يعني مثلا عندي 15 15، راح أجي أنقص من عدها 12، يطلع لي الناتج، هذا الناتج الحقيقي للساعة. وأكمل أقرأ الساعة it is الساعة وبعدين الدقيقة. هاي الطريقة مباشرة للإجابة. أما طريقة التو والباست يعني أكثرها رياضيات مثل ما شفتوها، يعني هاي العمليات الحسابية، هو صف الثالث متوسط كلش كافي عليه الرياضيات، يعني يقعد بالامتحان يحسب وينقص. أكو طلاب همتين 13 ناقص 12 زين من يدبروها يعني بصراحة، يعني فهاي الطريقة حتى بالوزاري ما وردت هواي، يعني طريقة استخدام التو نذكرها إحنا بالصف للطالب اللي يريد يستخدمها أو يطلع عليها يستفاد معلومات يطور من نفسه، مو مشكلة. بس نركز على الطريقة الأولى اللي هي الطريقة المباشرة، نقرأ الوقت الساعة ثم الدقيقة. إذا كانت عندي دقيقة أقرأها نفس ما هي،
إذا ما عندي دقيقة أخلي كلمة أكلوك، كلمة أكلوك بس إذا عندي دقائق صفر. راح أعطيكم الأمثلة الوزارية اللي جتي بالامتحانات كم مثال نحلهن. عندنا أولا مثلا عندي ten tell bedtime، أخبر الوقت. راح أجي أقراها بالطريقة المباشرة، it is 17 ناقص 12 راح تطلع لي 5، it is 5، أقرأ العشرة 10، أحفظ إملاء الأرقام it is 5 10. مثال ثاني، هاي الأمثلة وزارية، tell the time، أقول it is 15 ناقص 12 3، it is 3 10. مثال آخر وزاري، هاي الأمثلة هي وزارية، tell the time، راح أقول it is 3 5. مثال آخر، راح أقرأ بالطريقة المباشرة، it is 16 ناقص 12 راح تطلع لي 4، it is 4 10. ركزوا على التين، ركزوا على الفايف 15، لأني دائما يجن 10 مو تكتبها بالامتحان تين 10، اضبطوا الإملاء، it is 4 10. مثال آخر، جاي تشوفون هاي الأمثلة وزارية مكررة 5 10 10 10. نيجي هنا 8 is 14 ناقص 12 راح تطلع لي 2، مو تقلب هاي على هاي لا 2. طلاب اضبطوا الأرقام الإملاء مالتهم، it is 2 10، وإلى آخره بقية الأمثلة. أي مثال يجي بالوزاري سهل، أهم شيء أنا أعرف صيغة الامتحان. حتى لا ما أعرف صيغة الامتحان، هو قدامك وقت، يعني الموضوع هو قدامك مبين واضح وسهل، ما يحتاج يعرف عن نفسه. يعني أنا عندي أرقام بين، عندي موضوع الوقت اللي هو tell the time، وتكرر هواي هذا الموضوع بالوزاري، ركزوا عليه tell the time. نجي نقرأ الطريق الوقت بالطريقة المباشرة، أقرأ أول شيء الساعات ثم الدقائق، وإذا أجتني مثلا ساعة مباشرة ساعة بدون دقيقة راح أقول it is 3، أخلي كلمة o'clock. ليش هنا ما خلينا كلمة o'clock؟ لأن أنا عندي دقائق، من عندي دقائق ما أقول كلمة o'clock، كلمة o'clock فقط إذا عندي الدقيقة 0. إن شاء الله استفاديتوا اليوم من موضوع الوقت، موضوع جدا بسيط بالثالث متوسط، وانتظروني بالدرس الجاي. لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب للقناة، قناة الست نور الحسناوي.